السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز اخد سيكشن بس مش متصيل، لا عايز اخد بشكل كيرف، يكون مثلا في حته معينه تظهر معايا وهتتلقى وهكذا، يعني سيكشن ثلاثي الابعاد بس يكون متروى كده ومتظبط على زوره، تمام؟ اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها ان انا هرسم ماس، فهروح لماسنج ان سايت وهقول له امبليس ماس وابدا ارسم الماس بتاعي، تمام؟ ممكن مثلا من خلال الاقواس، اقول له مثلا انا عايز ارسم حاجه مثلا كده، تمام؟ وبعد كده اعلم على الشكل دوت. واقول له كرييت فور. وبعد كده هدخل انا بقى ايه؟ ابدا انا بقى اعمل ايه؟ اخفي اللي انا عايزه. اقول له بقى جوين، امر جوين، ماس، ندخل على امر جوين، اختار الماس بتاعتي الاول واكون معلم على مالتيبل جوين، وابدا بقى ايه اختار الشغل اللي هنا. هتلاقي شايف الكيرف مقطوع ازاي؟ تقدر تشتغل بقى على كل الحاجات اللي موجودة في قلب الماس اللي احنا عاملينها دوت، تمام؟ هتلاقي الحتت اضعف بالظبط على هيئة الكيرف اللي انت عامله. وبعد كده تقدر تخفي كل العناصر اللي انت مش محتاجها بحيث يطلع لك السكشن واخد كيرف بالشكل دوت.